تحية طيبة مشاهدينا وأهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. أعادت الشرطة البريطانية فتح محطة فيكتوريا كوتش والشوارع المحيطة بها بعد أن أغلقتها في وقت سابق من اليوم بسبب وجود عبوة مريبة. وقال متحدث باسم شرطة لندن إنه تبين الآن سلامة العبوة المريبة التي جرى الإبلاغ عنها في محطة فيكتوريا كوتش. هذا وارتفع إلى 22 قتيلا عدد ضحايا انفجار مانشستر بحسب ما أعلنت الشرطة البريطانية، مشيرة إلى أن من بين القتلى عدد من الأطفال وأن عدد الجرحى حتى الساعة بلغ 59 شخص. وأضافت الشرطة أن منفذ الهجوم قتل أثناء تفجيره للعبوة الناسفة ولم يتم الكشف عن هويته بعد. احتفل أنصار تنظيم داعش على مواقع التواصل الاجتماعي عقب انفجار مانشستر برغم أن التنظيم لم يعلن المسؤولية رسميا عن الحادث بحسب ما أفادت به وكالة رويترز. وقالت الشرطة البريطانية إنها تتعامل مع الانفجار باعتباره حادثا إرهابيا. أخلت السلطات السويدية مطارا خارج مدينة غوتنبرغ غرب البلاد بعد أن ظهرت إشارات على وجود متفجرات في حقيبة في صالة الوصول بحسب ما ذكرت وكالة أنباء تي تي السويدية المحلية في وقت متأخر من مساء أمس. وعلق المطار مغادرة آخر رحلاته وأخلى صالة الوصول بعد أن بدا أن الحقيبة التي تركت قرب مكتب الاستعلامات تحتوي على متفجرات. انفجرت سيارة مفخخة عند مدخل منطقة السيدة زينب في ريف دمشق السوري وأسفرت عن وقوع إصابات لم تعرف حصيلتها بعد. وتناقلت وسائل إعلام بأن سيارة مفخخة يقودها انتحاري انفجرت عند مدخل حاجز المستقبل من جهة طريق المطار في منطقة السيدة زينب. أعلن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيج أن قرابة 120 ألف نازح من مدينة الموصل عادوا إلى منازلهم في الأحياء المحررة من احتلال داعش. وقال كوبيج إنه منذ بداية العملية العسكرية لتحرير الموصل ترك 700 ألف شخص منازلهم وتمكن نحو 5 النازحين من العودة، في حين ما يزال نحو 200 ألف عراقي في الأحياء الخاضعة لاحتلال داعش في الساحل الأيمن للموصل. قتل 10 جنود أفغان على الأقل في هجوم شنه مسلحون على قاعدتهم العسكرية في ولاية قندرهار بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع. وقالت الوزارة إن مسلحين هجموا معسكر أشاكزاي التابع للجيش الأفغاني في منطقة شهوة ليكوت ما أدى إلى قتل 10 جنود وإصابة 9 آخرين بجروح. نهاية الموجز، في أمان الله.